بسم الله الرحمن الرحيم. وأما هذا الحبيب أحمد بن حسين بن عمر بن هادون بن هود بن علي بن حسن العطاس، أيضا تولى المنصبة بعد أبيه حسين بن عمر أحمد بن حسين العطاس، وهذا كانت رحلة إلى مصر، سافر إلى مصر وهو والعلامة عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف، وكان عالما حكيما ظريفا كريما، يجلس في هذا المكان ويستقبل الضيوف، كل من جاء في يريد إلى دوعة يتفضل ويعطيه القهوة ويعطيه التمر ثم يذهب إلى دوعة. إلى وقت قريب الحبيب علي بن محمد العطاس كان يعرفه هذا الإمام ونسمع عنه بالشيء الكثير. وأما هذا فهو الحبيب أحمد بن عمر بن هادون، كذلك تولى المقام بعد الحبيب عمر بن هادون، وكان هذا أيضا عالما وليا صالحا. بعد ذلك قالوا كان تلميذ الحبيب علي بن محمد الحبشي وكان يحبه، كان ربما يقرأ مولد الحبيب علي حبشي في مثل هذه الاجتماعات. هؤلاء هم أهل المشهد، كل من تراهم ينتسبون إلى هذا الحبيب علي بن حسن العطاس. هذا الحبيب علي جاء بعلماء وأولياء ومناصب وخلفاء كلهم، وهو رجل واحد بهمته وصدقه في الدعوة إلى الله، أسأل الله أن يجعل سره فيك وفينا إن شاء الله في خير وعافية، والله أعلم.